تصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة الشوط الثالث الخاصة بفئة الجهدان الجذاع المحليات الأصايل من مسافة 6 كيلومترات. هذه الانطلاقات المميزة هنا وشعارات أبناء القبائل التي تزين أرضية عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الانطلاق الأول، وهنالك السيطرة على المركز الأول الوعب للسيد أحمد بن حمد بن سعيد المنصوري، من يقدم لنا الوعب على المركز الأول. المركز الثاني نتابع سراب للسيد حمد بن علي بن حمد بن يداه المنصوري، يتواصل مع هذه التحديات على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث شاهين للسيد مبارك بن عبد الله بن محمد الكيلة العامري، والمركز الرابع هنالك ممتاز للسيد راضي بن راشد بن جابر المنهالي، بدأ يتقدم ممتاز على المركز الرابع. المركز الخامس السيل راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، وصل على مستوى المركز الخامس. والمركز السادس الأسد سالم بن مسلم بن حمرور العامري، بينما المركز السابع وصل شعار سهرة صاحبة الشوط الرئيسي الأول للإبكار الإذاع المحليات الأصايل، وصل مع منذر ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، بدأ يتقدم الآن على مستوى المركز السابع. المركز الثامن نتابع هنالك الأسماء القادمة والواصلة والمنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار. وصل حشيم سالم بن سعيد بن ناجم الكاسبي، بدأ يتقدم الآن. والمركز التاسع من وصل هنالك شاهين سيد علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني. المركز العاشر ختام هذه الجولة يتواجد هدي لسيد عبد الله بن شطيط بن سعيد العمري، وصل أبناء السلطنة، بدأ يتقدمون الآن مع هذا الانطلاق المميز على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة لعشرة المراكز الأولى ذعناها على حضراتكم وعلى مسامعكم. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة وإلى القيادة وإلى الريادة. هنالك شاهين لسيد مبارك بن عبد الله بن محمد الكيلة العامري، من غير الامور، من استلم قيادتي وريادتي هذا الشوط وبدا بالانطلاق المميز على المركز الاول باحثا عن تسجيل نقطه مميزه صباحيه في عاصمه الميادين وفي احد اشواطنا الرئيسيه الخاصه بفئه الجعدان المحليات. المركز الثاني ممتاز من الجانب الأيمن راضي بن راشد بن جابر المنهالي، من يقدم لنا ممتاز، تسلل إلى مقدمة الشوط، تسلل إلى المركز الأول ممتاز، وراضي بن راشد بن جابر المنهالي يا سلام يتقدم الآن باحثا عن درجة الامتياز. نتمنى له التوفيق، وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. القيادة هنا مع ممتاز على المركز الأول. المركز الثاني وصل شاهين مبارك بن عبد الله بن محمد الكيلة العامري على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الوعب أحمد بن حمد بن سعيد المنصوري، والمركز الرابع وصل الأسد سالم بن مسلم بن حمرور العامري على المركز الرابع. والمركز الخامس مهدي لسيد عبد الله بن شطيط بن سعيد العمري، وصل هنا على المركز الخامس. مباشرة من المركز العاشر إلى المركز الخامس وصل مهدي بهذا الانطلاق، والعمري من يتابع انطلاق مهدي، وصل هنا إلى المركز الثالث بتسللاته الجميلة وانطلاقاته المميزة. المركز الخامس يتواصل هنالك حشيم سالم بن سعيد بن ناجم الكاسبي على المركز الخامس وسادس التحديات والانطلاقات، وصل مشرف صالح بن عوض بن جابر المنهالي، وايضا هنالك شاهين مبارك بن عبد الله بن محمد بن الكيلة العامري. المركز السابع وصل منذر لسيد محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي، بدأ يتقدم الآن على المركز السابع والثامن التحديات والانطلاقات. الدكتور عبد الله بن علي بن نافع
الاكتبي وصل على المركز الثامن والمركز التاسع. هنالك غازي، اول نداء لانطلاق غازي. محمد بن حليس بن حصيبان العويسي على المركز التاسع والمركز العاشر. ختام هذه الجوله مشكور هزاع بن غلام بن موسى البنوشي. هذه النتيجه للعشرة المراكز الأولى. ونداينا الثاني في هذا الشوط، نعود بحضراتكم إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، وهنالك الأسماء المتواجدة على الصدارة. الأسد لسيد سالم بن حمرور العامري وصل هنا، بدأوا يتقدمون وصل مهدي، ولكن القادم الدكتور عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي مع انطلاق الدكتور على المركز الأول على مقدمة الشوط. المركز الثاني مهدي لسيد عبد الله بن شير بن سعيد العمري على المركز الثاني. المركز الثالث مشرف صالح بن عوض بن جابر المنهالي. والمركز الرابع الاسد سالم بن مسلم بن حمرور العامري. وخامسا يتواجد شاهين علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني. مرحبا بقدوم شعار العرياني، بدا يتقدم الان. وايضا هنالك ممتاز، وايضا القادم حشيم. ولكن عودتنا الى المركز الاول، الى الانطلاق الاول، الى الشعارات التي بدأت تتميز على الصدارة وعلى المقدمة. هنالك مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، الدكتور عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي مقدما لنا الدكتور على المركز الأول. حذار يا مارك الدكتور، وصلت شعارات خطيرة، بدأت تنطلق الآن وتعلن عن حضورها وانطلاقها في هذا المسار وفي هذا التحدي. مشرف لسيد صالح بن عوض بن جابر المنهالي. والمركز الثالث الاسد سالم بن مسلم بن حمرور العامري. ولكن المقدمه الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير، المقدمه مع الدكتور عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي. من يقدم لنا الدكتور على المركز الأول؟ المركز الثاني مشرف صالح بن عوض بن جابر المنهالي، وثالثا الاسد سالم بن مسلم بن حمرور العامري. المركز الرابع شاهين علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني على المركز الرابع. ولكن الدكتور مسيطر، الدكتور على المقدمة، الدكتور في الريادة يقدم لنا الدكتور. هنالك عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي. جولة التحديات، جولة الأوامر، جولة النواميس، جولة الفوز والانتصار، وما زالت العصا في الابطان. الدكتور على المقدمة عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي. صدرت الاوامر، بدأ الانطلاق. وهنالك على المركز الثاني حشيم ومشرف صالح بن عوض بن جابر المنهالي. ولكن الدكتور ومشرف، مشرف والدكتور، اللحظات الاخيرة، الامتار المجنونة. الدكتور عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي. سلام يا دكتور، سلام على هذا الأداء المميز. تهاني والناموس. لحظات وصول الدكتور إلى خط النهاية. المركز الثاني مشرف صالح بن عوض بن جابر المنهاري. المركز الثالث شاهين علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني. المركز الرابع وصل على المركز الرابع غازي محمد بن حليس بن حصيبان العويس. المركز الخامس الأسد سالم بن مسلم بن حمرور العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انتهت مباريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك الدكتور. التوقيت 9:27، 8:00 التوقيت الافضل في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لمالك الدكتور عبد الله بن علي بن نافع الاكتبي. المركز الثاني وصل مشرف السيد صالح بن عوض بن جابر المنهالي. من وصل على المركز الثاني تهانينا والناموس لمالك مشرف، قدم المستوى والاداء المميز. 9:28، جزئين من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصل على المركز الثالث شاهين علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، قاطع مسافة 6 كيلومترات، 9:33، 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن